جنون العقارات، جنون العقارات لن يهدأ في الأجل القريب، لا الست شهور اللي جايين ولا الست شهور اللي بعدهم. إيجارات ومبيعات يعني تمليك أو إيجار، تقرير من شركات وتكليفات من السيد رئيس مجلس الوزراء لزيادة المعروض وخطط تسويق محكمة. أهلا وسهلا بحضراتكم. جنون العقارات في القاهرة لن يهدأ أبدا، أسعار الإيجارات والمبيعات تتضاعف في أقل من سنة. هنا القصد أنه المكسب 100%. بحسابات الأرقام المنتشرة، يعني التقرير قائم على اللي مسمع مش التنفيذ. التقرير ده عاملاه شركة جونز لانج لساب لاختصارها JLL، وفي نفس الوقت عندي التكليف بتاع مجلس الوزراء فوق 35,000 وحدة سكنية هينزلوا بيع. هقول لك بالظبط أماكنهم عشان تبقى عارف مين ملاكهم وأسعارهم هتبقى عاملة إزاي. التقرير اللي قدامنا بيقول إن الربع الثاني من سنة 2024 شهد إضافة 2200 وحدة سكنية للمخزون الحالي اللي هو عدده 278,000 وحدة. طب الشركات تممت ايه في الربع الثاني؟ قال لك الهيمنه كانت للشقق في عمليات الاكمال عشان يزودوا المعروض منها لان في طلب عالي وفي جنون في الاسعار. كام وحده خلصوا؟ 2200. انضموا لكام وحده؟ ل 278,000. طيب في حاله من عدم اليقين في السوق، عشان كده المطورين بيعتمدوا نهج حذر، وانا عاوز المشترين ينتهجوا هم كمان نهج حذر. طيب بيكملوا كل المشروعات؟ قال لك لا، بينقوا في شكل انتقائي في المشاريع الجديده، نكمل ايه ونسيب ايه. طب على اي اساس بيختاروا؟ اللي عليه طلب. طب واللي ما علاوش او متاخر اركن شويه. طب واللي قابضين ثمنه بالكامل اركن شويه. اللي لسه هيقبضوه ينهوه. كل جمله انا بقولها حضرتك لو مهتم بهذا القطاع فهتبقى واقع في جمله من دول. طيب إدارة التكاليف وإدارة الالتزامات، دول نقطتين مهمين بيكبسوا على المطور العقاري كعوامل رئيسية إنه ينهي أو يشطب مشروع معين عشان يسلم. عليه التزامات للبنوك، حلت مواعيد أقساط عنده. بعد كده بنقول إدارة التكاليف، محتاج إن هو يخلص من ده عشان يمسك فلوس، عشان يستفيد بالحديد اللي سعره أفضل دلوقتي من بعدين، الرمل، الأسمنت، مواد التشطيبات وغيره. المفروض السوق بيدي بشائر انه بدأ يستقر في الربع الثاني، تمام، بس متوقع ان المشاريع المستقبلية تواجه تأخيرات، تتأخر في التسليم. التقرير بيقول كده. طيب سوق الاسكان في ارتفاع غير مسبوق في اسعار البيع واسعار الايجارات. ايه السبب الرئيسي؟ تعويم الجنيه، ارتفاع التضخم. سمعنا امبارح من شركة اسطول لما ارتفع التضخم الناس بدأت تتجه الان للتحوط من الجنيه. هما كشركة وصوا بالبورصة كواحدة من وحايد التحوط. هنا كشركة جونز لانج بيقول لك روح للعقارات. وفي أوقات كتير احنا بنحكي على الدولار وبنحكي على الذهب، العملات والذهب، لكن في موجة تحوطية شغالة، بدأت وشغالة. طيب جدير بالذكر بقى نتكلم على المناطق. 6 اكتوبر نموذجا، أسعار البيع زادت بحوالي 175% سنويا في الربع الثاني من سنة 24. القاهرة الجديدة زايدة بنسبة نمو 180% على أساس سنوي. ده تمليك بيع. أمال الإيجارات في 6 أكتوبر زايدة بنسبة 101%، في القاهرة الجديدة ب 122% زيادة. الكلام ده على الربع الثاني لما نقارنه بنفس الفترة السنة اللي قبلها اللي هي كان الدولار فيها بكام. جي ال ال هنا بتقول لنا قطاع الاسكان هيستعد للتحسن على المدى الطويل، بس مش القريب، لا 6 شهور دول ولا 6 اللي وراه، محتاجين تصبر شويه. طب وايه العوامل في كده؟ قال لك العوامل فيها شروط. ان يظل سعر الصرف مستقر. طب ازاي واحنا لسه شايفين بيان صندوق النقد الدولي بيقول لنا نحن سنتحرك ومرونه سعر الصرف الكامله ونظام سعر الصرف محرر بالكامل، جملتين اتضافوا جدد للبيان اتقالوا 8 مرات. كيف يستقر السعر؟ بيكلموا على استرداد كامل قيمة الدعم أو ترشيده، وقالوا استرد القيمة من المصريين على مدار 18 شهر، يعني تفضل ترفع في الكهرباء
3 4 مرات، وفي المحروقات 3 4 مرات، وفي العيش 3 4 مرات. طب ما ده موجه تضخميه هائله جدا، تستدعي ايه؟ اذا كان اللي حصل في اللي اتعمل يوم الاربعاء اللي فات خفض الجنيه ب 10%، عومه بدون قرار تعويم، يبقى احنا المفروض ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ مفيش بند استقرار سعر الصرف. اذا انت هنا في التقرير باني على انه الاستقرار اللي سبق عمل الحكايه اللي احنا فيها حال، بس مش مضمون نوصل للسنه الجايه بدون او باستقرار يا سيدي سعر الصرف. يبقى انت شيل الموضوع ده. قال لك جنبا الى جنب في اللي عملناه استقرار صفقه راس الحكمه والفلوس اللي جت منها، فعاوزين نعمل 3 4 صفقات برضو مش مضمون، مع ان الصندوق مشدد بس شدد على التصفيه. تصفيه ما بتبقاش اراضي، هي التصفيه بتبقى بيع اراضي بس كانت بتاعه مصانع، كانت بتاعه شركات، نخسرها تخسر جامد، نعرضها للبيع كقطعه ارض للمصنع وكمعدات اصبحت خرده بقى. يبقى اراضي مصانع زي اراضي ركتة، زي اراضي ميتالكو، زي اراضي الحديد والصلب كده، انما ما يبقاش اسمه على الورق زي مصنع 9 بتاع الشرقية للدخان، ما يبقوش اسمهم مصانع ولا شركات، تصفيه. فدي اراضي من دي مش من زي راس الحكمه، تمام؟ مش مضمون برضو تعمل من دي كتير، وان عملت راس جميله متوقع انه يتجاوز الطلب على الايجارات توفر الوحدات اللي موجوده للبيع، يعني في زباين اكتر بكتير عاوزين ياجروا. هنا الاشاره طبعا لل 10 مليون لاجئ اللي موجودين اللي محتمل يزيدوا، فبيبحثوا في مناطق جديده بيسبقوا على هناك، اصل هو مش هيشتريها، هو عايز ياجر. ولو الايجار عالي او الشركات دي متفقه معاك تاجر لك الشقه 5 سنين، فانت مالكش دعوه هو ياجر لمين، انت ليك فلوس. طيب، تفاوت بين ارتفاع التضخم ومستويات الدخل اللي هو ايه؟ الناس اصلا المصريين هيبقوا مش قادرين يشتروا، كتير مش قادر يشتري نتيجه لان الدخل صغير بس ممكن يقدر يسكن، فبيدعم من الحته دي، تمام. طيب تعالى بقى لرئيس مجلس الوزراء. في العاصمه وفي العالمين وزاره الاسكان بتحصر 35,000 وحده، قال لك هنسوقهم تسويق شديد لانهم خلصانين وعاوزين ينزلوا السوق. انا بقول لك دول هينزلوا سعر العقارات في مصر شويه في المعروض الاقدم. طيب، بيان رئاسه الوزراء الرسمي اهو بيقول 5 شركات هتتولى تسويق الوحدات المشار اليها، 6 مشروعات اسكانيه في العاصمه الاداريه وفي العالمين وفي القاهره الجديده وفي 6 اكتوبر. ماشي. شركه سيتي ايدج للتطوير العقاري وفوندرز للتسويق العقاري وممثل عن الشركة السعودية المصرية للتعمير، دول اللي هيقوموا بالعملية. ناخد تفاصيل أكتر. هو رئيس الوزراء قال لهم ركزوا لي على بيع الوحدات دي والتسويق بالذات في العاصمة وفي العالمين. طيب، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتملك 50,000 وحدة سكنية في أحياء R3 وR5 في العاصمة الإدارية الجديدة. مين اللي هيبيع لها 50,000 وحدة؟ عشان لو أنت شركة سيتي إيدج، تمام، اللي بتمتلك الهيئة حصة كبيرة منها. طيب، الهيئة أسندت بيع بعض الوحدات التابعة لها في الحي اللاتيني في العالمين الجديدة للشركة السعودية المصرية اللي وزارة الإسكان بتملك نصها بتاعتنا المصرية، ووزارة المالية السعودية بتملك النص الثاني منها. طيب، الترويج لمنطقة M8 في مارينا، الشركة دي نفسها اللي هتروجه. طيب، في كام شقة في الحي اللاتيني؟ في 11,000 وحدة سكنية الشركة السعودية المصرية هتروج ليها. المشروع اسند لها قبل 3 سنين وما انتهاش تسويقه، انما الشقق خالصه المفروض. طيب، هو بيتوقع ان الحي اللاتيني ده هو اللي هيعمل طفره في المبيعات بسرعه. ليه؟ في تزايد اقبال عليه، وعلى الساحل ككل، على الساحل الشمالي والعالمين الجديد، فهو واخد من الدفعه بتاعه الحس بتاعه العب ده كله. طيب يا سيدي، وده كمان بيستعدوا لتسليم اراضي راس الحكمه اهو، غير خطة التسويق اللي اتكلمنا عليها دي. رئيس مجلس الوزراء كلف في الاجتماع الأخير بسرعة إنهاء مستحقات الأهالي اللي كان لهم أراضي في راس الحكمة، القدام بقى دول السلامة يغادرونا، علشان خاطر الجانب الإماراتي يبدأ ينفذ المشروع ويستلم المرحلة الأولى عشان يبدأ في يناير يحط إيه؟ يبدأ حجر الأساس. شكرا جزيلا لحضراتكم، أرجو أكون أفدناكم بالتقرير ده عن العقارات. اعملوا لايك للفيديو، شيروه، في وصف الفيديو تحت لينك الواتساب والتليجرام هتحتاجوهم، انضموا لنا لو في مكان لسه فيهم، تمام؟ شكرا جزيلا، سبسكرايب للقناه، فولو لصفحه الفيسبوك اللي بتشوفونا منها ومتابعه، ولو انتسبت يكون عظيم جدا.
ولو اشتركت في الفيسبوك برضو يكون عظيم جدا. شكرا، محمد محي الدين، السلام عليكم.